عليك في مخاوف متبادله عم نشهدها قبل الفتره الماضيه لحتى اليوم، مخاوف متبادله ان كان من المناطق الامنه اللي فيها سكان هذه المناطق، لان كل فتره عم يتخوفوا وعم يصير بلبله من وصول يمكن شخصيات ممكن تكون مقربه من الحزب، وحتى عم يصير فيها بعض الاشكالات اللي علاقه بانه هم فيهم يفوتوا او ما فيهم يفوتوا، عم بيعيشوا هذا القلق سكان المنطقه. بالمقابل كمان النازحين ما لهم علاقه بالحزب ولكن هم يمكن من طائفه معينه كمان عم يتعرضوا اوقات لمضايقات، كيف عم بتم التعامل مع هذا؟ نحن قلنا انه شعبنا واحد، شعبنا بده يتماسك ويتضامن مع بعضه، شعبنا بده يرجع للبنانيته، شعبنا بده يتمسك اكثر واكثر باجهزته الامنيه والعسكريه، شعبنا واقف كله ورا الجيش ورا قوى الامن الداخلي وامن الدوله والامن العام، وهيدي كل المواضيع التفصيليه اللي عم تصير عم تتم معالجتها من قبل قوى الامن الداخلي، من قبل الجيش اللبناني، من قبل مديريه المخابرات، شعبه المعلومات، الامن العام، وحتى امن الدوله. هيدا الموضوع حاله بحاله عم يتعالج، وهيدا انحكى كمان اليوم بالاجتماع.